إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية، وتنضم إلينا شبكة مراسلينا. نبدأ من تل أبيب مع مراسلنا من هناك أحمد دراوشي. أحمد، يعني ضعنا في آخر الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في إطار يعني مواكبتها للتطورات وللصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب واستهدفت مواقع فيها. كلام عن أن ربما يوم غد سيكون يوم إغلاق للمدارس وغير من هذه الإجراءات، أخبرنا بالتفاصيل. نجلاء، قبل ذلك هناك خبر عاجل الآن، أمر نتنياهو بنقل قوات حرس حدود من الضفة الغربية إلى مدينة اللد التي تشهد مواجهات واسعة بين الأهالي وبين قوات الشرطة. للتذكير، بالأمس قتل مستوطن أحد الشبان الذين يسكنون في مدينة اللد، ما أدى إلى استشهاده. اليوم اعتدت الشرطة الإسرائيلية على جنازته التي كانت حاشدة، تقدر أعداد المشاركين فيها ب8000. ومنذ ذلك الحين إلى الآن أعمال العنف في البلدة مستمرة، احتجاجا على قيام الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على الجنازة، واحتجاجا على ما سموه انفلات المستوطنين وإطلاق النار على الشاب. منذ ساعات المساء حتى الآن أحرقت أكثر من 40 سيارة. الشرطة الإسرائيلية تقول إن من أحرقها الشبان العرب الغاضبون في المدينة. للتذكير، مدينة اللد هي تعرف إسرائيليا أنها مدينة مختلطة، أفرغ عدد كبير من أهلها بعد نكبة عام 48، وبقي فيها عدد قليل من العرب وأسكن اليهود فيها. الأوضاع متوترة فيها للغاية جدا، وكما ذكرت نقلت قوات حرس حدود من الضفة الغربية إليها لتهدأ الأوضاع بتصريح من نتنياهو شخصيا. المواجهات داخل الخط الأخضر أيضا مستمرة في مدينة حيفا، ولو بوتيرة أقل طبعا من اللد، وفي عكا حيث أحرق عدد من المطاعم، وفي سخنين وفي الشاغور وفي مناطق أخرى، وفي باقة الغربية وأم الفحم ومناطق أخرى. مستمرة على مدار الساعة مواجهات عنيفة جدا، ولكن الأعنف على الإطلاق هي في مدينة اللد.